أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عدم حاجة العراق إلى مقاتلين أجانب على الأرض باستثناء القوات العراقية. وقال رسول إن جدولة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد تحددها اللجان الفنية ضمن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. وتابع رسول أن العراق يعمل مع حلف الناتو لتدريب وتجهيز القوات العراقية، مؤكدا أن العراق يمتلك قوات مدربة تستطيع الدفاع عن الوطن والشعب. ويأتي كلام رسول بعد تصريحات نسبت لقائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط كينيث ماكنزي، أشار فيها إلى أن واشنطن لا تخطط حاليا لبدء الانسحاب من العراق، وذلك بناء على رغبة الحكومة العراقية حسب قوله.